دويكب كيكا اللعب في كأس العرش في لقاء شباب أطلس خنيفرة. الهدف الأول محمود بن حليب. يا بن حليب عملها حلوة أوي الحقيقة بن حليب. خلافات دقيقة وادي أمامنا الجبهة اليمين القوية ملعوبة بالعرض سراسوكو يضيع وفرصة وتسديدة جول 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 هنا عن طريق اللاعب إكاما. لكن لسه بنحكي على الجبهة اليمين، لسه بنحكي على اللاعب المميز. مغرب التطواني 2014 وضد 2015 هي جول هنا في هذه اللقطة، ضربة رأسية وهدف هنا. طبعا التقدم حتى الآن 2-1 للرجاء. كأس الكونفدرالية اللي توج بلقبها في المسمى القديم وهدف التعادل. هدف التعادل هنا في هذه اللقطة يأتي عن طريق اللاعب أباكوا. هدف التعادل. شوف الخروج اللي طلع دويك، شوف امامنا هنا التفكير في التبديل. ادي امامنا استلام حضراف عاملها حلوه قوي، شوف التحركات وادي واحده. يا ولد عالمي محمود بن حليب. ايه حليب ده؟ ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ هدف عالمي اللي جمعه مع فريق نادي اسك. وايضا امامنا هنا ممكن فرصه تعامل في اللقطه الماضيه، مش ممكن الاخطاء الدفاعيه. هدف التعادل ياتي هنا عن طريق اسامووا في الدقيقه 5 من الوقت بدل الضائع.